مرحبا بكم في اليوم الثاني من هذا البرنامج. اليوم لدينا 40 دقيقة نحرك فيها الجسم كامل بالأثقال، بمعنى اليوم راح نركز على بناء عضل ومقاومة. عندنا اليوم 5 جولات، كل جولة عبارة عن 3 تمارين وتعاد أو تكرر مرتين. كل تمرين عندنا 40 ثانية، والراحة راح تكون 15 ثانية بين التمارين. لذا بسم الله نبدأ بالتحمية، أو أول حركة في التحمية هي الجلوس العميق أو نزول الحوض بشكل واضح إلى الأسفل، بعدها أرجحت المؤخرة قليلا يمين وشمال، بعدها استقيمي ومدي إيدينك للأعلى بهدوء، خذي شهيق زفير. الحركة التالية هي حركة الجلوس العادي مع رفع راحة القدم باتجاه المؤخرة، كأنك تلكمين شوي الساق باتجاه الفخذ. والحركة التالية هي حركة الجلوس على الفخذ، مرة يمين ومرة شمال. لاحظي هنا انك راح تحسين بالفخذ الداخلي للقدم الممسوسة اثناء اتجاهك على الفخذ الايمن. مثلا ثبتي اليد اليسرى على الارض او الاصابع او راحة القدم، راحة اليد كاملة، وارفعي اليد اليمنى للاعلى ومعها حاولي ترفعين نظرك ايضا، خذي شهيق زفير. الحركة التالية هي حركة تمدد رائعة، رجعي إحدى القدمين للخلف باستقامة، لاحظي إن الركبة ما هي متنية أو ما هي نازلة تحت القوة، بعدها ارفعي إيدينك الأعلى بهدوء، خذي شهيق زفير، ثبتي راحة إيدينك على الأرض وبدلي القدم. الحركة التالية هي حركة دفع الصدر للأعلى مع قمة الجبل، ولاحظي إن دفع الصدر إن الأكواع بجوار الجسم، بمعنى إن تحركنا الترايسبس اللي هي العضلة الخلفية للذراع. وحركة التحمية التالية هي الجري في نفس المكان بهدوء، خذي شهيق زفير. حركة التحمية الأخيرة هي حركة دوران الأكتاف، اعكس الاتجاه.
كذا بسم الله نبدأ في الجولة الأولى، أول 3 حركات وأول تمرين، وهنا راح نركز على الأكتاف. الحركة هي عبارة عن فتح الذراعين في وضعية مثنية للأمام قليلا مرتين، ثم استقامة الجسم وفتح الذراعين من الجانبين مرتين. ولاحظي إن ظهرها مستقيم، اثني الركبة قليلا، اشفطي البطن للداخل، رجعي الحوض للخلف، ونزلي ظهرك هو مستقيم قليلا للأمام. بعدها افتحي الذراعين بواسطة الأثقال مرتين من الجانبين بهدوء، خذي شهيق زفير. بعدها أقيمي جسمك وافتحي الذراعين من الجانبين وجسمك في وضع استقامة بهدوء، حاوضي على الشهيق والزفير واختاري الثقل المناسب. لديكم 15 ثانية راحة، والحركة التالية هي حركة المشي جانبا في وضعية الجلوس. راح نبدأ الحركة، ولاحظي إن المسافة بين الفخذ مغلقة أو قليلة، ليست بعيدة ومتفتحة، أيضا أصابع الأقدام للأمام، الركب للأمام. لديكم 15 ثانية راحة، والحركة التالية هي حركة سحب الثقل من الأرض باتجاه الظهر، والركب مثنية مرفوعة عن الأرض. ثبتي أصابع أقدامك على الأرض، ثبتي أثقالك على الأرض وأقبضي عليها راحة اليد بقوة، ارفعي الركب قليلا عن الأرض، حافظي على ظهرك مستقيم، ابدأ اسحبي الثقل الأول باتجاه الظهر مرتين، وبدلي الاتجاه واسحبي مرتين وبهدوء، حافظي على الشهيق والزفير. لديكم 15 ثانية راحة، وراح ندخل في التكرار الثاني للجولة الأولى. وأول حركة لديكم 15 ثانية راحة، ثاني حركة اللي هي المشي جانبا في وضعية الجلوس. ولاحظي انها تمشي درجتين من الجانب، درجتين من الجانب الآخر، بمعنى خطوتين خطوتين. إذا أنت تبغين تطولينها وتحسين أقوى بفخذك، امشي 4 4.
15 ثانية راحة، وآخر حركة في الجولة الأولى وآخر تكرار. لاحظي أن السحب في كل اتجاه مرتين، بعدها بدل الاتجاه. لديكم 20 ثانية راحة وندخل في الجولة الثانية. اشربي موية إذا حابة تسوين تمدد بسيط، سوي تمدد للعضلات اللي حركناها. والحركة الأولى من الجولة الثانية هي حركة الجلوس المفتوح، أصابع الأقدام للخارج، الركب للخارج بشكل واضح. ابدأ اجلسي، بعدها ادفعي بأثقالك من أمام صدرك إلى الأعلى، ولاحظي أنها أثقالها أمام الصدر كانت قبضة اليد وأصابع اليد في اتجاه الصدر، لما رفعتها الأعلى أصابع اليد طلعت للخارج ودفعت الأثقال للأعلى. ابدأي اجلسي، ادفعي بالأثقال، أثناء دفعك للأثقال أغلقي أرجلك واستقيمي بجسمك، بعدها ارجعي اجلسي بشكل مفتوح، جلوس مفتوح، والاتجاه الآخر ادفعي بالأثقال واغلق الرجل من الاتجاه الآخر، وهكذا. راح تحسين بالمؤخرة، بالفخذ الداخلي والأكتاف. لديكم 15 ثانية راحة، والحركة التالية هي حركة للجزء السفلي من الجسم تماما، هي حركة الركوع مع رجوع القدم للخلف. ولاحظ أنها أثناء الركوع في انتناء واضحة في الركبة، أيضا أنها تضغط مرتين، شوفيها تنزل بالأثقال وتسوي 1 2 أثناء الضغط على الفخذ الخلفي، بعدها ترجع إحدى القدمين للخلف مع نزول الركبة بشكل واضح إلى الأرض. مرة بدني، مرة يمين، مرة شمال. لديكم 15 ثانية، والحركة التالية هي حركة للصدر مع البطن. ضمي أثقالك الثنتين وهي متشابكة أمام الصدر، وارفعي رجولك بشكل مستقيم للأعلى. ابدأي نزلي رجولك لتحت وادفعي بالأثقال للأعلى، رجاء خذي شهيق أثناء دفع أثقال للأعلى، زفير أثناء عودتها. اللي ما تقدر تثني الركب للأرجل، اثني الركب وابدأي نزلي راحة القدم للأسفل وارفعيها. حاولي تحسين بالبطن أو عضلات البطن السفلية. لديكم 15 ثانية راحة وراح نعيد الجولة. بسم الله، أول حركة.
15 ثانية راحة، ثاني حركة هي حركة الجزء السفلي من الجسم فقط. أو آخر حركة اللي هي حركة البطن مع الصدر. الآن لديكم 30 ثانية راحة ورح ندخل في الجولة الثالثة. وأول حركة هي حركة تقاطع الأرجل مع مد الأثقال للأمام ثم دفعها للأعلى باتجاه الصدر. بهدوء خذي شهيق زفير، لاحظي انها تبدل الاثقال، ولاحظي انها تبدل الارجل مرة يمين مرة شمال، تشتغل على كلا الاتجاهين. لديكم 15 ثانية راحة. الحركة التالية هي حركة للجزء السفلي تماما وللفخذ الداخلي. ابدأي اجلسي في احدى الفخذين، جانب احدى الفخذين، اضغطي مرتين. لاحظي ان كل فخذ تاخذ مرتين متتاليتين او عدتين متتاليتين، راح تمدها وتروح بالأثقال باتجاهها، وهنا راح تحسين بأن الفخذ الداخلي للقدم الممسوسة والممدودة، وبعدها بدل الاتجاه. لديكم 15 ثانية راحة، والحركة التالية هي حركة فتح الأثقال من أحد الجانبين 4 مرات لكل اتجاه. هي كاتبة 3 لكنها سوت 4، فأنت اختاري إما 3 أو 4. مرة يمين مرة شمال، عدي 3 أو 4 في نفس الاتجاه، بعدها بدل الاتجاه، وعندك وضعيتين اختاري أحدهم.
لديكم 15 ثانية راحة، وراح نكرر الجولة الثالثة. وأول حركة هي تقاطع الأرجل مع وضعيتين مختلفتين للأثقال، مرة أمام ومرة تدفعينها فوق الصدر. لاحظي أثناء دفعها للأثقال أو رفعها للأثقال باتجاه عظام الترقوة فوق الصدر، إن الكوع يكون في خط مستقيم مع الكتف، تقريبا يكون في خط مستقيم مع الكتف. لديكم 15 ثانية راحة، والحركة التالية حركة الفخذ الداخلي، لا ننسى في كل اتجاه مرتين متتاليتين بعدها بالدلي. لديكم 15 ثانية راحة، وآخر حركة في الجولة الثالثة وآخر تكرار هو الفتح من أحد الجانبين في وضع البلانك. وهنا عندك وضعيتين، ما تقدرين تحافظين على مؤخرتك في خط مستقيم أثناء ثباتك على أطراف أصابعك، إذا نزليها على الركب. لديكم 20 ثانية راحة، ورح ندخل في الجولة ما قبل الأخيرة. وأول تمرين هي عودة إحدى القدمين للخلف مع الضغط على العضلة الأمامية للذراع. لاحظي أنها مركزة على جانب واحد من القدمين. أيضا لاحظي تغير اتجاه قبضة اليد أثناء رفع الثقل، إذا كانت هي طولية رفعتها المنتصف الذراع يعني للكوع، تبدأ تغير اتجاه قبضة اليد عمودية وتضغط على الذراع، والعكس صحيح، إذا رفعتها وهي عمودية وصلت لنص الذراع تبدأ تغير الاتجاه إلى طولي تضغط على الذراع. لديكم 15 ثانية راحة، الحركة التالية أيضا تركز على جانب واحد في بداية الوقت. راح نحرك القدم للأمام وبعدها للخلف، حركيها للأمام وحاولي تنزلين بالثقل للأسفل إلى جوار راحة القدم الأمامية، بعدها ادفعي بقدمك اللي كانت للأمام للخلف وارفعي أثقالك للأعلى باستقامة يدك. الآن بدل الاتجاه، الآن بدل الاتجاه القدم الأخرى.
لديكم 15 ثانية راحة، والحركة التالية هي حركة للبطن الجميل، حركة مد أطراف الجسم الأربع تماما على الأرض. لاحظي أن اليدين ترجع للخلف والقدمين للأمام مستقيمة، بعدها تجلس على المؤخرة وتضم الأطراف الأربع في اتجاه البطن بهدوء، حافظي على الشهيق والزفير. تقدرين تسوينها بدون إثقال. لديكم 15 ثانية راحة، وراح نبدأ التكرار الثاني للجولة الرابعة. والآن الاتجاه المعاكس للقدم، إذا أنت القدم اليمنى هي اللي رجعتيها للخلف في المرة الأولى، الحين القدم اليسرى هي اللي ترجع للخلف. ولا ننسى نلاحظ قبضات اليد كيف تتغير عند المنتصف عند الكوع. لديكم 15 ثانية راحة، والحركة التالية حركة تقدم القدم مرة للأمام مرة للخلف. جبيها للأمام، انزلي قدر الإمكان للأسفل مع حفاظ ظهرك بشكل مستقيم، لا تحاولين تثنين الظهر. بعدها رجعي قدمك للخلف، ارفعي الثقل للأعلى باستقامة. الآن بدلي الاتجاه القدم الأخرى، لديكم 15 ثانية راحة، وآخر حركة في الجولة الرابعة هي حركة البطن، فتح الأطراف الأربع على الأرض ثم الضم. وبرافو عليكم، لديكم 30 ثانية راحة، وندخل في الجولة الأخيرة لهذا التمرين وآخر ثلاث حركات مع تكرارها. وأول حركة هي حركة دفع الصدر للأسفل بالاعتماد على إحدى القدمين، ولاحظي إنها موضحة بطريقتين، اختاري الأنسب لك. أيضا لاحظي إن الكوع باتجاه الجسم وليس للخارج، وبكذا راح تحركين العضلة الخلفية للذراع بهدوء، حافظي على الشهيق والزفير.
الحركة التالية هي حركة للبطن، ارفع الثقل للأعلى باستقامة وانت مثبتة جسمك كاملا على المؤخرة، وافتحي الساقين للأمام، بعدها ضمي الساقين مع الثقل باتجاه البطن أو منتصف البطن، حركي الثقل يمين وشمال، بعدها ارجعي للوضعية الأساسية. لاحظي إنها أو في البداية سوتها بطريقة بسيطة، بعدين طورت إنها أول شيء ثبتت الأرجل على الأرض، بعدين لا وردك الطريقة الأصعب اللي هي كيف تحرك أرجلها. الحركة التالية هي حركة دفع المؤخرة للأعلى باستقامة الأرجل مع الضغط على البطن بارتفاع الجزء العلوي من الجسم بهدوء. حافظي على الشهيق والزفير. أيضا لاحظي إنها سوتها بطريقتين، في المرة الأولى ثبتت إيدينها على الأرض، هذه تعتبر الطريقة الأولى. الطريقة الثانية إنها رفعت إيدينها للأعلى أو للخلف وهي متشابكة. برافو عليكم، بكذا عندكم 15 ثانية راحة، وندخل في آخر تكرار لهذا اليوم. أول حركة هي حركة دفع الصدر للأسفل بالاعتماد على قدم واحدة. إذا ما تقدرين ثبتي الركبة على الأرض والقدم الأخرى ارفعيها، مرة يمين مرة شمال. لديكم 15 ثانية راحة. الحركة التالية اللي هي حركة ضم الثقل باتجاه الركب، بعدين تحريكه يمين وشمال، بعدها دفعه للأعلى مع استقامة الساقين للأمام. ولاحظي إنها تسويها بطريقتين، إذا أنت ما تقدرين على الطريقة العالية اعتمدي الطريقة الأولى اللي هي سوتها لتثبت أرجلها على الأرض. لديكم 15 ثانية راحة، وآخر حركة لليوم دفع الحوض والمؤخرة للأعلى للضغط على البطن السفلي.
وبرافو عليكم، بكذا خلصنا تمرين اليوم. أتمنى أنكم استمتعتم واستفدتم. لا ننسى التمدد، تقدرين تشربين موية تريحين شوي، بعدها ترجعين للتمدد. في أمان الله، ألقاكم في اليوم التالي.